شلونكم؟ إن شاء الله بخير. الكل يسوي مقلوبة بس كل واحد عنده طريقة. خلونا نشوف طريقتي، تعالوا وياي. أول شي راح أبدي باللحم، حمسته وبعدين خليت له هيل ورق غار دارسين فلفل أسود وبعدين مي حار وخليته إلى أن راح ينسلق. راح أقطع البطاطا أو البتيتة وراها نقطع الباذنجان والبصل والطماطة كلها ونبدي نقليها. أبدي هسه راح أطبخ التمن. طبعا التمن أكو ناس يحبون يسووه أحمر، أنا أسوي أبيض. راح أخلي عليه بهارات، فلفل أسود، كركم، 7 بهارات، وأخليه له ماجي. طبعا البهارات اللي أنتوا تعجبكم راح أقلبه. تقدرون تصفوه وتقدرون تسووه تطبيق. أنا بالنسبة لي أسوي تطبيق، أحس الطعم يطلع أطيب لما أسوي مقلوبة أو تمن باقلة. أحس التمن يظل محتفظ بالطعم مالته. المهم بعد ما خلصنا التمن، طبعا التمن راح اخليه مجرد ينشف ووراها راسا اشيله من على النار، ما طبخه كامل. راح اخلي البصل وراح نخلي اللحم، طبعا هاي بالبدايه، فيعني اول شيء البصل المقلى وراها اللحم، وبعدها راح اخلي البوتيتا اخليها كلها طبقات حلوه وتصفطوها حتى من تقلبوها تطلع شكلها حلو. بعد ما سويتها راح ابدي هسه مثل ما تشوفون، طبعا هاي البطاطا قليتها، انا اخليها بالقلاية الهوائية، يعني مجرد شوي ارش عليها زيت واخليها بس على مود ما تشرب هواية زيت. اما الباذنجان دائما احب يعني اقليه عادي بالمقلاة على مود يصير طعمه يكون اطيب. هخلي هسه الباذنجان وراها الطماطة، طبعا الطماطة تدون تقلوها تدون ما تقلوها براحتكم، بس الطماطة من تتقلى تصير اطيب. هخلي هناك مخاشوقة معجون وياها دبس رمان، هاي الصوص اكو ناس تسويه اكو ناس ما تسويه، وياها شوية ملح، وارجع اخلي شوية كاري والنومي بصرة. نومي بصرة خليل راح ينطيها طعم كلش طيب. هسويها شلون تفسي مال باذنجان، لا تخافون ما راح تعجن، لانه اني هاي الخلطة راح اخليها بس على الخضار. هخلي عليها مي اللحم وابدي اخلطها، ضوق الملح وضوق البهارات مالتها، راح ابدي اوزعها على البوتيتا والبصل والباذنجان مثل ما تشوفون. وراها راح ابدي اضيف التمن او الرز، راح اضيفه وراح اقصدها واخليها على النار لمدة ساعة على نار هادئة، وتعالوا شوفوا الشكل النهائي. الطعم يخبل، حاولوا المي كله راح يتشربه الخضرة، ما احكي لكم الطعم كلش 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 طيب، وأنصحكم تجربوها بهذه الطريقة. وإذا عندكم غير طريقة كتبوا لي بالتعليقات. شكرا وأشوفكم في فيديو جاي، مع السلامة. وقبلها لا تنسون اشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس.